أقيمت في مدينة أنتويرب البلجيكية بطولة العالم في الشوارب واللحى لعام 2019، واجتمع نحو 500 متسابق في المدينة من جميع أنحاء العالم للتنافس على لقب أفضل شارب ولحية لهذا العام. وحدد منظمو المسابقة 3 فئات لهذه الفعالية، هي الشوارب واللحى الجزئية واللحى الكاملة، بينما تضم كل فئة من هذه الفئات 6 أفرع بداخلها، حيث يحصل المتسابقون 3 الأوائل على جوائز في هذه الأفرع.